البيت الكبير لسه مستمر مع حضراتكم. هنبدا فقرتنا الحواريه دي مع واحد من نجوم النادي الاهلي والجيل الذهبي، طبعا الجيل اللي كان هوايته هو حصد البطولات، عمل كل حاجه في الكوره تقريبا. طبعا كان يعني تربع على عرش افريقيا. نجمنا النهارده منورنا كالعاده الكابتن امير عبد الحميد، اللي برحب بيه. اهلا بيك يا سام، نورنا. اهلا بيك، ربنا يخليك. وانا سعيد ان انا مع حضرتك ومع كابتن هاني رمزي طبعا. حبيبي منورنا يا امير دايما وبالتوفيق، وعندنا كلام كتير طبعا عن مستقبل النادي الاهلي، كمان الاكاديميات اللي انت مسؤول عنها هنا في الشيخ زايد، وكمان عندنا حوار كبير جدا عن النادي الاهلي، وخاصه يمكن انت عارف ومتابع معانا على الساحه الرياضيه محمد الشناوي وغيابه اربع مباريات عن بطولة الدوري. خلينا أبدأ معاك الأول مع يمكن مشوار النادي الأهلي لغاية دلوقتي في بطولة الدوري، أنت شايفه إزاي من خلال يمكن التعثر في خطوتين، مباراة وادي دجلة ومباراة البنك الأهلي؟ والله يا كابتن، هو طبعا هنبدأ بطبعا النادي الأهلي والظروف اللي بتحصل، ده وارد في الكورة، حضرتك عارف إن ده بيحصل في الكورة، والدروب ده هيجي، ممكن كان هيجي دلوقتي أو هيجي بعدين، كده كده كان هيجي لأي فرقة بتحصل في العالم كله. ويمكن كويس إن هو جه في أول بداية الدوري في الأسابيع الأولى عشان النادي الأهلي يفضل يركز وطبعا يشوف السلبيات ويعالجها، و لسه مشوار طويل جدا، مشوار طويل الدوري قوي قوي. والنادي الاهلي طبعا بيلعب لاخر نفس في البطوله، والنادي الاهلي دايما بيلعب على البطوله، مش على ماتش ولا ماتشين، وبيلعب كل ماتش يعني اكنه كاس. فانا مش قلقان جدا خالص على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه جدا، الحمد لله وفره كبيره جدا من اللعيبه، عنده جهاز فني على اعلى مستوى، عنده اداره بتساند طبعا كابتن خطيب وكل الناس المسؤوله بتساند الفريق، وخصوصا في التعثرات بيبقى كابتن خطيب بيبقى موجود والمجلس الاداره، لكن في وقت الفوز والحاجات دي كلها بيبعدوا تماما، وده في تاريخنا لما كنا بنلعب، وحضرتك برضه كنت بتلعب يا كابتن، ده اللي بيحصل جوه النادي الاهلي. جمهور كبير جدا وجمهور عظيم بيساند النادي، فانا مش قلقان خالص على النادي الاهلي في الدوري ان شاء الله. امير، انا عايز اسالك على حاجه، واحنا طبعا بنتكلم في بقالنا يومين بعد ماتش الاهلي والبنك، تحديدا بنك الاهلي، بنتكلم على عثرات حوالين ويعني مشاكل كده، ازمات تخص النادي الاهلي. انت في مشوارك مع النادي الاهلي تفتكر حاجات، يعني تفتكر كواليس، تفتكر ازمات حصلت من النوع ده من قبل التحكيم مرت عليك وكانت شبيهه للظروف يعني لاخر ماتش حصل بين الاهلي والبنك الاهلي؟ حصل طبعا اكيد. ايه تفتكر يعني ايه يعني حاجه كده لقطات للتحكيم؟ برضو دايما لما نتكلم عن اي مباراه مهمه بيدخل فيها النادي الاهلي، دايما ساعات يعني لغط التحكيم ده بيدخل شويه الجدل ده، بس انت بقى في مشوارك او عصرت ده ازاي؟ طبعا قابلنا كتير جدا مشاكل، دي مشاكل التحكيم وما بحبش اتكلم عليها، بس طبعا الفتره الاخيره طبعا النادي الاهلي بيحصل له ظلم كبير جدا كابتن هاني، وشفنا يعني موقف الشناوي طبعا هنتكلم يعني عليه، بس اكيد يعني هو موقف ما ينفعش ان لاعب برضه يمسك حكم او يتكلم مع الحكم ايا كان، لكن العقوبه وبنتقبلها طبعا كنادي اهلي، او بنتقبل كل القرارات اللي بتحصل اتحاد الكوره، ولكن لازم يبقى في فير. النهارده في لعيبه كتيره جدا في انديه كتيره جدا اتكلمت بطريقه مش كويسه جدا مع الحكام، مش عايز اذكر الانديه، ولكن في حصل وحصل قبل كده برضه قرارات عكسيه وتعدي على الحكام وشد الحكام، وما شفناش الكلام ده وما شفناش العقوبه دي خالص. شفنا عقوبه كهرباء قبل كده برضه في ماتشات، وشفنا لعيبه كتيره جدا كان بيبقى فيه ما بتعملش مشاكل كبيره تستدعى ان انت تاخدي قرار اربع ماتشات او خمس ماتشات. ولكن اللي انا عايز اقوله طبعا مجلس الاداره الجديد بتاع اتحاد الكوره اكيد جاي وعايز يثبت وجوده، اللجنه الثلاثيه وعايز يبين ان هو في قرارات بتحصل، لكن لازم يبقى في وقفه، ولازم يفكروا كويس، لازم يبقى في فير شويه. وانا شايف ان الحكام كمان، بعض الحكام، لان في حكام مميزه جدا، بعض الحكام بتيجي قدام النادي الاهلي عايزه تثبت ان هي حكام كبيره جدا، وخصوصا كمان دلوقتي موضوع الفار يا كابتن هاني كله بيتكل على الفار، يقول لك انا ماليش دعوه، انا اروح اشوف الفار وماليش دعوه. لا، انت شايف، انت القرار موجود، وانت شايف الكوره موجوده، وفي قرارات كتير جدا لازم تحسمها. احنا بنشوف بره، مش لازم كل حاجه على الفار.
فبالتالي انا شايف النادي الاهلي يعني في حته ظلم من ناحيه التحكيم، ولكن حتى في قرارات كابتن سيد عبد الحفيظ وحاجات كتيره جدا، لكن انا مش قلقان على النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بيكسب بحكام ولا باي حاجه، احنا لسه المشوار طويل وان شاء الله نبص بقى للماتشات اللي جايه. هو في نقطه برضو كابتن امير، ويمكن دي كانت ليها علاقه بمشوارك مع النادي الاهلي. انت عارف طبعا الشناوي رقم واحد في مصر والنادي الاهلي بقاله فترات طويله، غيابه عن مباراه اربع مباريات مهمه، وشايف ده ازاي من خلال الحارس رقم اثنين. انت كنت برضو في وقت من الاوقات الحارس رقم اثنين، وجات عليك ظروف انك فوجئت او لقيت نفسك خلاص لازم هتبقى الحارس رقم واحد، وده اللي بيطبق على علي لطفي دلوقتي. تمام، عايزين نعرف منك يعني رؤيتك للجزئية دي، حراسة المرمى في غياب الشناوي، ومن خلال خبراتك لأن مر عليك نفس الظرف بالنسبة لعلي لطفي، تشرح لنا علي بيفكر ازاي دلوقتي زي ما انت كنت بتفكر في وقت حصل معاك نفس الموقف يعني. انا كان موقفي يا كابتن كان اصعب بكتير، ولكن انا عايز اقوله طبعا الشناوي حارس مميز جدا جدا ومن اهم اللعيبه اللي موجوده عندنا في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. ولكن انت عارف حضرتك النادي الاهلي لازم يبقى في كل مركز 2-3 جامدين. النهارده بنشوف علي لطفي، عندنا مصطفى شوبير موجود، مصطفى خد في ماتش الكاس وعمل ماتش كويس جدا. انا شايف ان الحراس كل واحد مستني فرصه، كل واحد بيتمرن وبيخلص على اساس ان هو وعنده يقين ان هو هيجيله في اي وقت هيلعب. النهارده شفنا قرارات وقف للشناوي، ممكن كورونا، ظروف كورونا تخلي اي حارس او اي لاعب موجود في الملعب. فاعتقد ان علي يعني مميز، موهوب، عنده خبرات، لعب قبل كده، الناس كلها شافته، شارك. مصطفى شوبير الناس عندها ثقه فيه كبيره جدا، فانا شايف ان شاء الله علي مستني الفرصه وان شاء الله هيأدي بشكل كويس، ولعب قبل كده في افريقيا ولعب في الدوري، فاكيد هو مستني كمان في الدوري. بالظبط، يمكن انا كمان يا كابتن في النادي الاهلي لازم ما فيش حاجه اسمها واحد اثنين وثلاثه، لكن في ظروف بتخلي الحارس بيلعب بشكل اساسي، الحارس الثاني ممكن يبقى يجيله وقت يبقى رقم واحد. يعني انا مثلا حصل لي قبل كده ان انا لما الحضري مشي كنت رقم اثنين، لما مشي بقيت رقم واحد، وقعدت فتره كبيره جدا بلعب رقم واحد، بعد كده رمزي صالح كان موجود رقم اثنين، واحمد عادل عبد المنعم رقم ثلاثه، وهكذا محمد الشناوي نفسه كان معانا رقم خمسه وما يقس وقعد يتمرن واشتغل على نفسه وراح لعب، خد خبرات في انديه ثانيه ورجع ثاني النادي الاهلي معزز مكرم واثبت نفسه بمجهوده ان هو يبقى رقم واحد. ولكن انا عايز اقوله ان علي ان شاء الله ما فيش مشكله خالص بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ما فيش اي قلق. طبعا الشناوي زي ما قلت مميز، ولكن علي جاهز وعلي موهوب، ومصطفى شوبير برضو من الحراس المميزه اللي موجوده، وان شاء الله ما فيش فيها قلق. هو اي لاعب لازم يحط في دماغه انه يعني في اي لحظه لازم يكون ستاند باي، يعني زي الموقف النهارده اللي حصل للشناوي. انت النهارده الشناوي حتى الحكم ما ادانوش، يعني في تقرير الحكم لم يدين يعني محمد الشناوي، وبعدين غرمه كمان غرامه ماليه، وقفوا اربع ماتشات. انت يعني شفت ده ازاي؟ ده اجحاف ولا شفت ده وجهه نظر حكم قد تكون سليمه؟ يعني امير اراها ازاي؟ انا شايف ان المفروض ان تقرير الحكم مرتبط بقرارات اتحاد الكوره. اعتقد يعني هو الراجل مش كاتب اي حاجه في التقرير، لا. وزي ما قلت اللجنه هي عايزه تثبت ان هي تاخد قرارات، بس لازم تاخد قرارات برضو بناء على قرارات الحكم، خصوصا يا امير ان كمان الحكم ما كانش ليه قرار اداري. يعني عارف قرار اداري، انت عارف ان ممكن من حق الحكم انه ينزل لعيب او يطرد لعيب بعد المباراه. بالظبط، فما كانش في قرار اداري. يعني الحكم لو شايف ان كان في تعدي بشكل صعب شويه كان ممكن جدا يرفع الكارت الاصفر او حتى الكارت الاحمر لمحمد الشناوي، وبالتالي تنطبق عليه العقوبه، لان في عقوبه اداريه بإنذار وفي تقرير، وبالتالي بيتبني على دوت القرار. صح. لكن قرار مبني على ايه؟ دي علامه استفهام. هي دي بقى النقطه يا كابتن، ان زي ما قلت ان اللجنه الثلاثيه اللي موجوده كل واحد عايز ممكن يكون راي واحد في اللجنه، مش راي الاغلبيه. طبعا ده قرار شخص واحد، وبعد كده طبعا قال لك عشان نبقى برضو احنا اقوياء، يعني اقوياء جامد قوي، وناخد قرار مع النادي الاهلي عشان بعد كده كله يخاف. لكن مش النادي الاهلي عمره ما بيخاف من حد، النادي الاهلي مش عايز غير ان هو يبقى فير. النادي الاهلي ما بيكسبش بحكام ولا اي حاجه، بس عايز يبقى فير، قرارات فير. زي ما قلنا شفنا الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل كده توقف برضو واتخصم منه فلوس واتغرب، النهارده محمد الشناوي. طب بناء على ايه انت وقفته؟ وبناء على ايه ان انت النهارده الغرامه الماليه؟ يعني بناء على ايه؟ لازم يبقى في تقرير من الحكم. النهارده مفيش تقرير من الحكم، ودي قرارات اعتقد ان هي
مش عايز اقول عشوائيه على قد ما هي لازم في عقلانيه شويه في القرارات. وزي ما قلت النادي الاهلي برده مش هيقف على الحكام، بس بدات بدري شويه، بدات الاخطاء بدري التحكيميه وجدل التحكيمي ده بيبدا النهارده من الجوله الثامنه، لسه بدري قوي. بالظبط، وفي ضغوطات طبعا من الناحيه الثانيه، ولكن انا شايف النادي الاهلي لسه المشوار، والنادي الاهلي نفسه اقوى، النادي الاهلي هدفه اكبر من اي حد. النادي الاهلي بيلعب على البطوله مش على ماتش، وزي ما قلت لحضرتك كابتن هاني وسام ان النادي الاهلي طبيعي انه هيجي له وقت هيقع فيه ماتش او ماتشين او ثلاثه، وكويس ان هو جه في الاول بحيث ان احنا نرجع تاني الثقه، وفي نفس الوقت في نفسنا وفي الجمهور، وفي نفس الوقت يبقى في سلبيات نعالجها، ومن اول المدرب لحد اللعيبه، وان شاء الله خير يعني. من الناس ما تقلقش، انا مش قلقان، يعني ده حصل قبل كده كتير جدا لينا يعني قبل كده. طيب نخش في جزء تاني، جزء تقييم موسيماني. بعض الناس بدات تقيم موسيماني بشكل سلبي شويه، او شافت يمكن مباراه البنك الاهلي قبليها كان بعض الاشواط زي الانتاج الحربي او وادي دجله، بداوا يقلقوا شويه من تقييم موسيماني على المستوى الفني. شايف ده ازاي، وشايفه ده صح ولا غلط؟ انا شايف ان هو غلط. شايف الناس تقييم عامه في مصر عامه لما بيشوفوا الحاجه الحلوه بيقيموها حلوه، لو حصل حاجه للحاجه الوحشه دي اي ظرف او اي حاجه يبقى خلاص ده الموضوع انتهى. الراجل واخد افريقيا، والراجل واخد دوري، والراجل ليه اسم كبير جدا، والراجل عمل ماتشات كويسه جدا. مش عايز اقول ظروف الماتش، ومش عايز اقول الامطار اللي كانت موجوده، للنادي الاهلي متعود على ده، ولكن ظروف ماتش بتحصل يا كابتن. الملعب مش عايز اقول برضو الملعب ضيق والكلام ده كله مش على النادي الاهلي برضو، ولكن هي ظروف مباراه فيها توفيق وعدم توفيق، والناس صحيح. كلها عارفه ان الماتشات بيبقى فيها توفيق وعدم توفيق. النهارده لو كان في توفيق لكره ايمن اشرف اتحسبت في التوفيق في التحكيم في القرار، كان خلاص اتكسبت 1-0. في كذا هجمه لينا ما كانش في توفيق لبدر بنون، وشفنا بواليا برضو، وشفنا كذا حد، وحسين الشحات، في كم تصويبه، ماتش الفرص الضائعه ده كم تصويبه. هو هنا بقى دي اوف بتاع النادي الاهلي، ولكن ده مش هيحصل كتير. تمام، هي ظروف مباراه وتوفيق وعدم توفيق في مباراه، ولكن الناس اللي هي بتقيم مستر موسيماني، الراجل ماشي كويس جدا، راجل اسم كبير جدا، وراجل بيلعب بشكل كويس جدا، ولكن زي ما قلت هي الدنيا. الكابتن محمد يوسف كمان كان ليه دور في ان هو يقفل الملعب، وانه يلعب بثلاثه ورا او يلعب بخمسه ورا، هو اللي صعب المهمه على الاهلي، هو اللي صعب وجوده كمدير فني محمد يوسف تحديدا يعني. أنا هو اللي صعب المهمه على موسيماني شويه. هو طبعا عارف لعبة النادي الاهلي، وعارف الميزات بتاعت النادي الاهلي والسلبيات بتاعت النادي الاهلي، مزايا يعني والسلبيات، فهو طبعا راجل خبره وكابتن قاري، وكان عارف اللعيبه، وعارف الاحتياطي لما ينزل، عارف او عامل حسابه. ولكن زي ما قلت النهارده الكوره فيها توفيق وعدم توفيق. لو احنا كنا جبنا جول في نص الماتش او اول الماتش كان ممكن يطلع 2-3، لكن انت كان الدي اوف بتاع النادي الاهلي، والكلام ده كله كان هيتغير يعني. نفس اللهجه ديت، وهاخد من النقطه ديت، النادي الاهلي لو جاب حتى جون في الدقيقه 90 اعتقد ما كانش هيبقى فيه الانتقادات ديت. كنا هنقول على بعض السلبيات، لكن كان الامور هتعدي. ونفس الكلام بالنسبه للموسيماني. انا مش حابب دايما ان احنا نبقى في، وده اللي قلته من بدايه التعاقد مع موسيماني، مش عايزين ناخد الامور ان مدرب كويس فنبدا نعلي سقف طموحاتنا جدا، وفي نفس الوقت لما الراجل بيشتغل وطبيعي جدا في مشوار الدوري، ممكن اصل المدرب زي اللعيب ممكن يبقى في يوم موفق فيه يوم مش موفق فيه، وبالتالي التقييم، وده عاده النادي الاهلي بصراحه، ان التقييم بيبقى مع نهايه السيزون، مع نهايه بطوله، مع تقييم لفتره طويله جدا. فانتقادات برضو بعض الناس ممكن تكون مش في محلها دلوقتي يعني، ممكن الامور دي تتاجل شويه. بالعكس احنا دايما سبورت للجهاز الفني يعني. طبعا هو زي ما قلت يا كابتن قبل كده يعني، ناس اول ما جت اول ما جه موسيماني قالوا ازاي حد من افريقيا يمسك النادي الاهلي، ونزلنا الاهلي يجيب حد من افريقيا عامه، وما حصلتش قبل كده. لكن انا عايز اقول ان الراجل عنده خبره كبيره جدا، والراجل معاه جهاز فني على اعلى مستوى، كله بيشتغل كويس جدا. الراجل بتاع حل الاداء، والراجل بتاع اللياقه البدنيه. وعندنا طبعا مش عايز انسى مدرب حراس المرمى الايطالي، راجل جامد جدا وراجل كويس جدا، وعامل شغل كويس جدا مع كل الحراس اللي موجوده. فانا شايف ان الجهاز طبعا بالاضافه للكابتن طبعا سامي قمصان اللي موجود بخبراته، وكابتن سيد عبد الحفيظ اللي موجود. فاللي انا شايفه ان الناس ما تستعجلش، لسه المشوار طويل جدا. والنادي الاهلي زي ما قلت، النادي الاهلي هدفه هو دوري، النادي الاهلي هو هدفه ياخد الكاس، كاس مصر، النادي الاهلي هدفه انه ياخد افريقيا، وكمان احنا ان شاء الله بنستعد كمان لكاس العالم للانديه. ده برضه يعني مش عايز اقول واخد من تفكيرنا او من تركيزنا، لكن النادي الاهلي بياخد بطوله ببطوله وماتش بماتش.
فانا مش قلقان خالص على النادي الاهلي. شايف ان موسيماني بيفكر في ده من دلوقتي وهو بيلعب مباريات الدوري دي؟ لان يعني برضو بين بعض يعني في بعض الناس اللي بتهاجم النهارده موسيماني على السوشيال ميديا بتحط الجزئيه ديت، يعني ان انت طبعا انت اتكلمت كلام مهم جدا، ان انت ما ينفعش ان انت تحاسب واحد بالقطعه، بتحاسبه على مجمل اعمال زي الفنانين كده. بس النهارده الجزئيه ديت برضو انت شايفها ازاي يا امير؟ زي ما قلت يعني ما ينفعش يعني نقيم الراجل بماتش بماتش. هو شايف كاس العالم للانديه هو بيلعب مباريات الدوري ولا لا؟ مش هو طبعا عارف ان النادي الاهلي هو جاي عارف قيمه النادي الاهلي، وعارف ان النادي الاهلي بياخد ماتش وبيركز في ماتش، وبعد كده صفحه تتقفل ياخد الماتش اللي بعديه، بطوله بتتقفل وياخد بقى يركز في البطوله اللي بعديها. لكن هو طبعا نفسه يعمل حاجه في كاس العالم للانديه، عارف امكانيات النادي، غير عارف التمثيل المشرف. لا لازم يحتل مركز جيد يعني. بالظبط، كل ده تفكير اكيد خد منه، ولكن هو اعتقد مش هيبقى بيفكر كابتن هاني وسام برضو في كاس العالم للانديه دلوقتي. هو برضو بياخد منه تركيزه، ولكن مش تفكيره كله 100% ان هو يعمل حاجه. يعني عندنا دوري وبعد كده نبص بقى لو عندنا كاس، وبعد كده نبص للكاس العالم للانديه. هي خطوه خطوه، هو عارف النادي الاهلي نادي كبير، وعارف النادي الاهلي بياخد كل خطوه واحده واحده وستيب باي ستيب. فبالنسبه له يعني التركيز مش هيبقى كاس العالم للانديه بس هو اللي واخد تفكيره. ولكن زي ما قلت الناس كلها قامت والدنيا قامت عشان النادي الاهلي تعادل مع احترامي الكامل لنادي البنك الاهلي. وده ماتش وارد ان هو ممكن يحصل في نص السيزون، ممكن يحصل في قبل الاخر. فانا شايف ان الناس ما تستعجلش عليه، وشايف ان هو مركز كويس جدا جدا وما يفكرش في حاجه. والنادي الاهلي جمهور النادي الاهلي مسؤولين في النادي الاهلي سبورت ليه جدا ومفيش اي مشكله خالص. خلي بالك امير، دي ماتشات بتحصل كتير جدا. لسه من 10 ايام تقريبا البايرن ميونخ في كاس انجلترا خرج من كيل ده من الدرجه الثانيه، وبايرن كان بيلعب بكامل صفوفه، بتتكلم على مولر، بتتكلم على كل اللعيبه المميزه ليفا وكل حاجه. ما قامش بقى الناس قال لك اصل يعني فليك دوت لا احنا بنشكك فيه، لان الموضوع هناك مختلف. ونفسي الثقافه دي تبقى في مصر كمان في جزئيتين اللي اتكلمت فيها. الجزئيه الاولانيه ان احنا مع يمكن نجاحات قريبه ما نرفعش طموحاتنا قوي، وفي نفس الوقت مع تعثر في مشوار طويل كمان ما نهدش المعبد. يعني فالجزئيه دي عايزه شويه من يعني الهدوء شويه في تقييم موسيماني بشكل كبير. طيب امير، رايك ايه في صفقات النادي الاهلي لغايه دلوقتي؟ يعني احنا عندنا صفقتين غير طبعا الاعارات، رايك ايه في اللعيبه اللي انتدبها النادي الاهلي او تعاقد معاها في الفتره الاخيره؟ انا شايف يا كابتن الصفقات مميزه جدا جدا، لان النادي الاهلي لما جاب صفقات في المراكز اللي النادي الاهلي محتاجها. عندنا لعيبه كتيره جدا، في بعض اللعيبه مشيت، ولكن النادي الاهلي طبعا ما بيقفش على حد، ولكن الصفقات اللي موجوده انا شايف ان هي صفقات مميزه جدا جدا. وعايز اقول للناس ان والتر بواليا لعيب مميز جدا جدا وراجل هداف، وعايزين ما نستعجلش عليه برضو يا كابتن، لان النهارده لو هو الراجل كان جه من اول لمسه جاب جول، او من اول ماتش جاب جول والماتش اللي بعديه جاب جول، برضو الناس كانت هتعلي فيه قوي. لو ما كانش جاب جول هيقول لك ده مستوى قل قوي. فانا شايف ان هو مميز جدا، الناس هتصبر عليه. وهداف عنده خبرات، وكان هداف في الجونه، وان شاء الله هيبقى معانا مع الناس اللي موجوده اللعيبه الكويسه المميزه هيقدر يثبت نفسه. بدر بنون لاعب مميز جدا جدا جدا، انا ما كنتش الحقيقه عارفه، لكن لما النادي الاهلي قال ان هو جاي انا ابتديت اعمل سيرش عليه، تابعته في ماتش الزمالك، لعيب مميز جدا. واكيد كابتن هاني يعني طبعا انا في رايي لعيب هايل، مركز طبعا، عنده شخصيه هاني. النادي الاهلي عنده راجل دولي، عنده شخصيه في الملعب، شخصيه في قراراته، فلعيب مميز جدا جدا. شايف كل اللعيبه طاهر يعني كل الناس موجوده. وكمان من الحاجات الكويسه جدا الايجابيه كابتن هاني وسام، ان احنا النهارده الناس اللي كانت عندها اعاره رجعوا بخبرات كويسه افادتهم ان هم يلعبوا في انديتهم ويرجعوا تاني. النهارده بنشوف كل اللعيبه اللي هم كانوا اعارات النهارده مميزين، حتى احمد ياسر ريان لما مشي النهارده فارق مع سيراميكا كليوباترا. فبالتالي هو يعني انا شايف ان هو يعني الصفقات اللي جت مميزه مع بعض اللعيبه اللي رجعت من الاعارات. فانا شايف النادي الاهلي الحمد لله عنده وفره كبيره جدا من اللعيبه، وان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي الفتره الجايه ونعمل حاجه كمان كويسه في كاس العالم باذن الله. بمناسبه الصفقات وذكرك لبواليا، شايف بيتعامل ازاي مع الضغط او النهارده اللي يعني اللي بيقابله في وسائل الاتصال الاجتماعي هو حسين وهو اجاييه؟
يعني عدد طبعا من اللعيبه اللي يعني بتحصرهم كم الضغوطات الرهيب، وده متعارف عليه في اي توقيت مهم بيمر فيه النادي الاهلي يعني، او طبعا بينتظروا مشوار يعني. طبعا كل لاعب يعني لما قبل ما يجي النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف ان في ضغوطات جامده جدا في النادي الاهلي، وده دور كبير جدا بيقوم بيه كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني وكابتن سامي امصان، يمكن اكيد بيقعدوا مع اللعيبه بيعرفهم يعني ايه النادي الاهلي، في ضغوطات في النادي الاهلي، ما تفرحش قوي لما تجيب جوال وتبقى مميز، لازم تتواضع ولازم تعرف ده الطبيعي انك انت تيجي تضيف للنادي الاهلي، ولو حصل دروب ولا حاجه بيقولوا له لازم يبقى عندك ثقه في نفسك وانت عارف قيمه النادي الاهلي. اكيد ده دور كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي وكل الجهاز الفني اللي موجود. فانا شايف ان وكمان بولي عنده شخصيه يقدر يستحمل الضغوطات اللي موجوده عند حسين الشحات، طبعا نفس القصه، كل اللعيبه عارفه وعارفه قيمه النادي وعارفه ان في ضغوطات، فبالتالي هيقدروا يطلعوا من ده ان شاء الله مكسب بمكسب باذن الله يعني، ان شاء الله اللعيبه تفضل تصرف. تفتكر النادي الاهلي محتاج صفقات قريبه في مراكز معينه وناقش الكلام، على سبيل المثال مثلا محتاجين باك يمين، احنا عارفين ان محمد هاني لعيب مميز لكن الفتره الاخيره كان برضو غياب كورونا، جربنا احمد بيكام جربنا اكرم توفيق، تفتكر في مراكز معينه لسه النادي الاهلي محتاج فيها تدعيم؟ انا شايف يا كابتن ان المركز الوحيد اللي ممكن نبقى محتاجينه فيه شويه هو الباك رايت، يعني ممكن حد يجي يعني يساند محمد هاني، انا مش عايز لاعب يبقى موجود بيأدي بس، انا عايز لاعب يكون موجود في المكان ده باك يمين استفاد بيه، مش يسد خانه، احنا عندنا لعيبه كويسه، انت عندك اكرم توفيق ممكن يلعب، حسين الشحات بيلعبها، ممكن وبيكهام بيلعب، احنا شفنا قبل كده يا كابتن ايام ما كنا بنلعب بركات لعب باك رايت في ماتش اهلي وزمالك ادى بشكل كويس، لكن ما كانش احمد فتحي ما كانش محمد هاني مثلا، لكن ادى بشكل كويس وكان خطر جدا، لكن اللي انا عايز اقوله النادي الاهلي لازم يبقى عندي ثلاث حراس مرمى مميزين، لازم عندي في الدفاع اربعه خمسه جامدين، ناحيه اليمين اثنين ثلاثه جامدين، فانا شايف ان محمد هاني دلوقتي وجوده طبعا مهم جدا، ولكن زي ما حضرتك قلت يا كابتن موضوع الكورونا اصابات الحاجات دي كلها لازم يبقى عندك بديل كويس، النهارده محمد الشناوي فجاه انت توقف، ممكن وارد كان يبقى لا قدر الله في كورونا او في اي حاجه ثانيه تمنعه، فلازم يبقى كل لعيبه في كل مركز 2 3، واحنا الحمد لله عندنا صفقات وعندنا وفره كبيره جدا، لكن الحته بتاعت الباك يمين انا شايف ان هيبقى ممكن يبقى فيها مشكله لو في محمد هاني غاب وما كانش مستمر في اللعب، شايف ان دي ممكن تبقى بكم لعب في الثلاث مراكز، اقنعك في اي مركز فيهم يا امير؟ انا شايف ان باكهام في الحته اللي هي في القلب دوره مهم الدفاع. لكن هو بيأدي بشكل كويس، ولكن هتلاقيه برضو المكان غريب عليه شويه يا كابتن، مش عارف يعمل امتى كروسات، مش عارف امتى يغطي، الحاجات دي كلها هتفرق، غير المكان اللي محمد هاني مثلا هو صغير فيه، احمد فتحي لما كان موجود، كابتن ابراهيم حسن لما كان موجود، كل الناس المميزه في مكانها خد خبرات ولعب فيها، فممكن ادي النهارده حسين شحات بيأدي، لكن النهارده حسين شحات بفتقده في الحته الهجوميه لو هو لاعب باك رايت، اكرم توفيق افتقد يعني برضه افتقد في وسط الملعب، اكرم توفيق افضل وسط الملعب بالظبط، وعايز اضيف لك كمان ما اعرفش اذا كان كلامي صح ولا لا، محتاجين باك شمال، يعني انا كمان شايف ان علي معلول بيأدي بدور اكتر من رائع، وانا دايما عندي فيجن السنين اللي قدام، انا ما ببصش تحت رجلي دلوقتي، علي معلول ما شاء الله من احسن يعني احسن باك ليفت في مصر وفي افريقيا، لكن كمان يمكن 30 سنه او اكتر، انت البيك اب بتاعك محمود وحيد لعيب كويس لكن ما بياخدش كتير، طب انت مش محتاج كمان باك شمال وجهه نظرك؟ هو الراجل يا كابتن ممكن يكون بيفكر ان انا لو احتجت حد ناحيه الشمال ممكن ايمن اشرف يقوم بالموضوع دوت يسد في الموضوع ده، ايمن بقى في ميزه لو لعب باك ليفت، غير بقى باكم لما لو لعب باك رايت او حد لعب باك رايت، ليه بقى؟ ايمن اشرف عنده الحته الهجوميه برده كويسه والحته الدفاعيه كويسه، عنده كورسات كويسه، بيكمل كويس، لان هو في سموحه لما انا كنت بلعب معاه في سموحه كان من هدافي الفريق برده، ايمن عنده اختراقات كويسه، ولعب فترات باك شمال باك شمال باك شمال باك شمال، ولعب في المنتخب باك شمال باك شمال، ومع النادي الاهلي باك شمال باك شمال، لان هو احنا شفنا اخر ماتش عمل كذا فاول لينا، عمل كام كروس، كان جاب الجول، فهاني ايمن اشرف لعيب مميز ولعيب في الحته دي انا مش قلقان فيها لو علي معلول غاب، على قد ما انا قلقان لو محمد هاني غاب في الحته اليمين، ف
فانا شايف ان ممكن تفكير حتى كمان يا كابتن لما يجي الصفقات نجيبها، اكيد الصفقات بتيجي لمدير التعاقدات امير توفيق والناس اللي موجوده باشمهندس عادل قيعي بيقعدوا مع الجهاز الفني، لجنه التخطيط طبعا كابتن محسن صالح وكل المسؤولين زكريا كل الناس اللي موجوده بيقعدوا مع بعض، انتوا محتاجين ايه في ايه المركز اللي هو مثلا ناقص فيه، طب ده لو احنا ما جبنا نجيب حد هنا في المكان ده ولا ما نجيبش، لا ما عندك في فلان الفلاني ممكن يؤدي بالشكل ده كويس، لكن انا شايف اللي هي الحته الناحيه اليمين هي دي اكتر حته محتاج حد فيها يكون فعال ومميز في الحته ناحيه اليمين مع هاني مع محمد هاني. لكن حته الشمال يعني علي معلول بيأدي، محمود وحيد ممكن يعني لو لعب برضه بيأدي، ايمن اشرف بيأدي بشكل كويس، ان ايمن كمان وهو صغير هو اصلا باك ليفت حقيقي، ولما لعب معانا سموحه لحد اخر يعني ماتش في سموحه بيلعب قبل ما يجي النادي الاهلي باك ليفت وبيهاجم وبيجيب اجوال، وشفناه امبارح هو اللي جاب الجول وعنده كروسات مميزه. هي الفكره ان مش عايزين نخسره في السيرد باك، لان ايمن اعتقد مع بدري بانون عامل ثنائيه جيده جدا. في عندنا سيرد باكات راجعه، في رامي، في سعد. كمان محمود متولي، في سعد سمير، محمود متولي. يعني الواحد دايما بيفكر لقدام، يعني يكون في كمان بيك اب. ليه المشكله ان يكون عندك كمان لعيب صغير باك شمال يتواجد مع النادي وياخد خبراته ويبقى ليه دور؟ يعني ده وجهه نظري الشخصيه يعني. يعني القايمه كلها السنه دي بصراحه قماشه واسعه جدا، يعني موسيماني عنده في كل مركز خاصه المركز هجوم، عنده في وسط الملعب عنده لعيبه رائعه، القايمه كلها رائعه، لكن دايما الواحد بيتطلع للمستقبل شويه كمان، ان احنا نزود يمكن لاعب او اثنين. ده يعني ده تفكيري على المستوى الشخصي. هو طبعا على لونج ران طبعا حضرتك عندك حق في كل حضرتك بتقوله يا كابتن، ان انت عندك برضه لقدام، لان علي معلومه ما تضمنش، ممكن علي يجي له عقد احتراف عشان نقول بقى ان هو كبر ولا عقد احتراف، مين اللي يلعب ناحيه الشمال؟ يبقى برضه لازم حد مع ايمن، لكن ايمن هيأدي. طبعا ناحيه اليمين نفس القصه، محتاجين حد مكان محمد هاني، لكن انا عايز اقوله برضه الراجل يعني مميز جدا واللي ساعده التغييرات الخمسه، احنا الاول كان في ثلاث تغييرات، النهارده في خمس تغييرات، فعنده فرصه. النهارده انت بتشوف يا كابتن حضرتك كل ماتش في ناس مختلفة. ناس بتلعب في الحته اللي قدام بيلعبوا بكل ماتش باثنين ثلاثه جداد، بتلاقي التغييرات من جوه الملعب والناس التغييرات اللي بتنزل برضه ناس كتير جدا، فده هو راجل مميز وعنده رؤيه وعارف وعنده ثقه في اللعيبه، بيلعب على العامل النفسي كويس جدا. ودي حاجه ميزه جدا 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 في مدرب اي مدرب في العالم، وحضرتك عارف كابتن هاني الكلام ده، ان المدرب لازم يشتغل على العامل النفسي. فانت النهارده هو عنده لعيبه كويسه جدا مميزه، عندك النهارده التغييرات الخمسه بيساعدوه، غير الاول كان ثلاثه بيبقى صعب جدا. يمكن الكلام ده كان ايام مستر مانو جوزيه، كان طبعا مدرب عظيم ومدرب كويس جدا، لكن عنده ثلاث تغييرات بس، هو ما كانش بيغير كتير، حتى الفرص بتاعت الناشئين ما كانش كتير. النهارده احنا في ناس اعارات من الناشئين راحوا، اعارات، وفي عمار حمدي، وفي اعتقد العربي في حد بدر. والعربي، وفي ناس كتير راحت البنك الاهلي، في لعيبه اتنين او حاجه، لكن عايز اقول ان الراجل برده بيلعب على العمل النفسي وحقه، راجل شايف ان كل لعيبه وعايز يعمل تنافس قوي جدا بين اللعيبه، مش عايز اخلي حد ان انا اساسي في المركز بتاعي، لا انت بيعمل روتيشن كتير جدا جدا وتدوير جوه التيم والتغييرات والحاجات دي كلها، ومره يبدا النهارده بشريف ومره يبدا في ناس بتاخدها على موسيماني، يعني في ناس واخدها مع موضوع الروتيشن وان انت تبدل اربع خمس لعيبه في توقيت واحد، في ناس بتاخدها على ملاحظه على موسيماني. بص يا سهام، لو هو بيكسب ما حدش يقدر يفتح بقه ولا يتكلم، لكن هو هي دي الكوره، وده حالنا احنا في مصر النهارده. الناس عايزاك في التوب على طول، لكن انا عايز اقوله النادي الاهلي لازم يبقى في التوب. انا معاكي واللعيبه والمدرب وكل حاجه، ولكن لازم الناس تفهم ان دي كوره، ولازم هيجي لك يوم مش هتبقى موفق فيه. لازم تغييراتك هتبقى موفقه، وفي تغييرات مش هتبقى موفقه، في لعيبه هتنزل تصنع الفارق معاك، وفي لعيبه مش هتبقى موفقه، دي الكوره بتحصل. فالراجل انا شايف ان الراجل ماشي كويس جدا، واحنا كمسؤولين يعني مسؤولين في النادي الاهلي، ولازم يبقى الناس كلها بتساند، وان شاء الله خلاص انت ماتش اتقفل، الصفحه اتقفلت البنك الاهلي، انت عندك ماتش جاي تبتدي تشتغل عليه، وبعد كده ان شاء الله بقى بعد ما نقرب لكاس العالم للانديه نبتدي، وعندك حدث عالمي. عايز اكلمك في ده، في ظل بقى اللي احنا قلناه ده كله، مطمن على الاهلي وهو داخل على كاس العالم للانديه؟ انا عارفه ان انت عشت الاجواء دي وعشت اجواء البطوله دي، كلمني عن كواليسها، عشتها ازاي؟ مختلفه ازاي عن النهارده عن 2021؟ اكيد مختلفه.
اكيد مختلفه. بس اللي انا عايز اقوله ان النهارده برضو النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه جدا. فانا متفائل جدا. ممكن انا كنت مع حضراتكم قبل كده وكان الناس قلقانه ماتش الوداد. قلت لهم انا مش قلقان والناس انا واصحابي كانوا اهلاويه ومش عارف ايه وقلقانين. قلت لهم لا ان شاء الله هنكسب وناخد البطوله. كاس عالم الانديه ده حدث عالمي، حدث تاريخي، والنادي الاهلي الحمد لله بعد فتره كبيره جدا رجع ويرجع بقوه مع لعيبه كويسه. راجل برضو لعب كاس عالم انديه او يعني خد بطوله، كان ممكن لو في كاس عالم انديه كان يلعب. اعتقد لعب كاس عالم انديه مع سان داونز ولا مش فاكر، مش متذكر، بس اعتقد راح معاهم كاس العالم انديه. هو طيب. هو طبعا خد بطوله افريقيا مع سان داونز، بس يعني برضو بتوع الاعداد يساعدونا مش لو فاكر، لكن هو هنأكد. بس ما اعتقدش لعب كاس عالم انديه اول بطوله بالنسبه له، بس نتاكد يعني. على الاقل كابتن تابع النادي الاهلي ولعب وعارف النادي الاهلي، والنادي الاهلي اسم كبير جدا عالميا دلوقتي. اللعيبه اللي موجوده مميزه، لعيبه عندها خبرات. وشفنا حسين الشحات النهارده كمان بطموح مع العين الاماراتي وصل للنهائي. فليه لا ما ينقلش الطموح ده للعيبه، زائد ان اللعيبه عندها طموح اصلا. فانا شايف ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق، وانا متفائل جدا واجواء بتبقى كويسه جدا جدا. يمكن على ايامنا كانت الامور صعبه والنادي الاهلي كانت الناس زي ما سامع قالت لك الفرق شايفه ازاي يعني. في دايما ما بنحطش اسئله او دايما ما فيش مقارنات ما بين الاجيال، لكل كل جيل وله ظروفه ولاعبته. لكن انت شايف يعني خلاص فعلا لعب معاهم كاس عالم انديه موسيماني كان من ضمن مع سان داونز، فاكيد برضه عنده خبرات وعنده رؤيه فنيه يعني ان شاء الله يساعد بيها النادي الاهلي. لكن عايز اتكلم على الفروقات ديت. انت شايف ازاي الفروقات ما بين انت رحت بطوله كاس عالم 2006 رحت كل كاس عالم ما شاء الله، فكرنا بيها يعني، فكرنا بالكواليس دي، عايشنا فيها كده. ما شاء الله رحت، بس ما رحتش المغرب وما رحتش مش فاكر كان اليابان اللي بعديها بعد الاولى. رحت حوالي ثلاثه. ولكن الاجواء كابتن طبعا صعبه لان الظروف مختلفه. اولا كاس عالم انديه لما احنا كان على ايامنا لما كنت انا موجود كان في اليابان، الظروف مختلفه خالص. احنا قعدنا كنا بنروح بدري وكنا طول الوقت يا كابتن بننام، يعني مثلا احنا ما كناش بنرتاح وقعدنا فتره كبيره جدا 3 4 ايام عشان نتاقلم على الجو. احنا قعدنا هناك مثلا 3 ايام لو احنا مستنيين الغدا في الريسبشن اللعيبه بتبقى نايمه في الاوتيل. رايحين التمرين كل الناس نايمه. قعدنا 3 ايام عشان تتأقلم. والدنيا صعبه جدا 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 هناك والجو. ولكن عايز اقول يا كابتن احنا بنستعد، وظروف المباراه الاولى هي تفرق معاك. يعني انت بتروح الحمد لله لما احنا كنا موجودين كسبنا اوكلاند سيتي تقريبا او حاجه في الاول 2-0، بعد كده ادانا الدافع قوي. تمام. دخلنا بعد كده انترناشونالي كان عندنا امل وتعادلنا ودخل فينا جول وخسرنا بالعافيه. اعتقد في الدقائق الاخيره وكان عندك طموح ان انت تكسبهم وتوصل مع برشلونه فاينل. فده طموح. في كاس عالم برضو تاني اول ماتش اتحاد جده خسرنا فيه، فالطموح قل فابتديت تلعب. يعني لازم بدايه ان شاء الله تكون لازم البدايه مهمه تفرق. جدا اول ماتش مهم جدا، واللعيبه كلها لازم يبقى عندها استعداد قوي جدا. يمكن انا اتذكر كمان يا كابتن كاس عالم انديه لما انا خدت ثلاث العالم الحمد لله كنت لعبت ماتش انترناشونال نزلت سيمي فاينل لا هو ماتش انترناشونال نزلت مكان حضري كان مصاب. وبعد كده لعبت انا الثلاث العالم. ويمكن انا لعبت وانا مصاب وتعورت كذا مره قبل التمرين وفي الماتش والحاجات دي كلها. وكان عندنا امل كبير جدا ان احنا نعمل حاجه لنادينا وبلدنا، ان احنا نعمل مركز اول حد برضو في تاريخ مصر ان النادي الاهلي يوصل وياخد ثلاث العاب الانديه. الظروف كانت صعبه جدا وكان الاجواء صعبه جدا، لكن انا شايف ان الظروف دلوقتي الجو اعتقد مختلف. قطر قريبة الجو مختلف، اللعيبه الملاعب كويسه جدا جدا مش هتقل عن اليابان. ملاعبين تم تحديدهم النهارده بالظبط. ملاعب طبعا كويسه جدا هناك. ولكن عايز اقوله برضو جمهور برضو ليه دور، ممكن يبقى حاجه ايجابيه لينا. وبرضو احنا كنادي الاهلي برضو بنلعب قدام جماهير مش هتفرق، ولكن الجمهور برضو بيعمل ضغط طبعًا شويه طبعا. اللعيبه ان شاء الله عندنا خبرات كبيره جدا، عندنا لعيبه مميزه ان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه. انا متفائل ان شاء الله في كاس العالم للانديه باذن الله. يا رب ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا كابتن امير، ربنا يخليك كبير. وان شاء الله بقى الفتره اللي جايه او يعني وجودك معنا في البيت الكبير المره الجايه نتكلم بقى على مشوار كابتن امير واستعداده واكاديميه النادي الاهلي ان شاء الله، لان ده كمان مستقبل لازم نتكلم عليه ان شاء الله. كابتن ميرسي جدا لحضرتك وليك يا سلام، وانا مبسوط جدا دايما ان بيتي من قناه الاهلي. ميرسي جدا دايما. شكرا جزيلا ليك. بعد الفاصل نستقبل الكابتن القدير فتحي نصير في البيت الكبير.